وإلى المحطة الأخيرة في جولتنا الإخبارية، والصين حيث استقبل المسلمون في الصين عيد الفطر مع المسلمين من أنحاء العالم. وبدأ المسلمون في أنحاء الصين على اختلاف قومياتهم الاحتفال بالعيد. مراسلتنا زارت المسجد في محافظة أقصاي ذاتية الحكم لقومية القزاق ووفتنا بالتقرير التالي. في محافظة أقساي ذاتية الحكم لقومية القزاق بمقاطعة كانسو، تعيش قومية القزاق في تناغم مع غيرها من القوميات كالويغور والخوي. تحرص قومية القزاق على ثقافتها الأصيلة وإقامة الشعائر الإسلامية وإحياء الأعياد في أجواء بهجة متميزة. قبل العيد نظمت حكومة أقساي سباق الخيول على طريقة قومية القزاق، فقومية القزاق من أقدم القوميات الصينية، حيث كان معظم الناس يشتغلون بتربية الحيوانات الداجنة ويعيشون حياة بدوية. فقومية القزاق تحب الخيول مثل العرب، ويتعلم أطفال قومية القزاق الفروسية في سن الخامسة، ويشاركون في سباق الخيول ويحصلون على نتائج متقدمة. جهز السكان المحليون الأطعمة المتنوعة لإكرام الضيوف من الأقارب والأصدقاء، وتشمل الأطعمة على المكسرات والمأكولات المصنوعة من الطحين واللبن الجاف، وهي من مطبخ القزاق التقليدي على غرار الحلويات والمعجنات. كما يقدم السكان لضيوفهم لحم الخيول إكراما وابتهاجا بقدومهم. ويرتدي الناس أزياء تقليدية ويتوجهون إلى المسجد لأداء صلاة عيد الفطر، ويتبادلون عبارات الفرح والتهاني بحلول العيد. أما على الصعيد الرسمي، فقد شرعت الحكومة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الناس في عيد الفطر المبارك، حيث إن العيد يرمز للبهجة والتفاؤل والسرور بالنسبة لجميع المسلمين بما فيهم السكان المحليون.